إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، أيها الأحبة، أحن وحكت المامني مشاكل كا قوات كا يردلن يرادا يدا إيرتين إن أغا هشتا إردول كانا إنو نمي إنو حان إنو كلا وحكت المامني أسبابها إنو أركيني وحكو بدبادي كران هدا إنو نماد وحان شعلين أن هالقصة أون تلمامو وكم إذا قصص كقرآن كانا كو ساروري أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نكو ساروري قصدنا وقصة الله إلى قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الخدود ضدكي قدتك الله قضي اللي قبي قصدنا وحينات المامة إساء إنا نبنادب قوصنين المهنة هدي اللي ترين قريو إنو شنبت بادي كرو وحنبت بادي كرو المهنة هدي اللي ترين قريو إنو شنبت بدبادي كره واحنا بدبادي كره ان ان كستو واقعو اما وحين هريا لو حادو عبسي بدن اما وينو يهي وقو هران قفك مسلم كي مقوستو يأسي هو اخ الكفر ان قفك قوستو يسديبو وحين هذا نوادو نولي نادمتو قوستو ديوانا تسكفري ستونا استرادو حوالا بقى بكره دن أديكوا ولي نفتك وجهر تيك أبحد إلا واحد رمي ستين هذا وحبابا قبان كارين جاس حق إلي سيقى الصعودة وونينا دادنا كم إذا هاتو ماها وحقوف مسلم اللقو يا قفك مسلم وقوص حد النبي محمد قارسي عليه الصلاة والسلام لأنه قرآن كي ينصوص تبادان يأسي قال لما ما كفر ما وحالا ماذا كتلمام سبر كان ما أدنه وحن نبي قولي إيه هي حديثك مثلا صحيح الأدب المفرد ككقرا إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة هذا قيامه دعاب النبي قليه قيامه دك دك تساد مغشو هذا قعنت كوها يا فصيلة فصيلة ده واحد لين هذا قيد أبقالك تمرته تمرته انت قيد ير لقويا الله أبقالة قيد كها يرى التمرات هذا قعنت كوها يسو وقيامه حقا كسو دعيه نبي قوح ليه فإن استطعت ألا تقوم فإن استطاع ألا تقوم صاع حتى يغرسها فليغرسها هذا دود إن بيري كرتين تقيامها سنعين بير بني بيقول لي وقيامها بدا عيا يعوني دونة تلو يا كذا ما يدونة وعلى تلمام يقفك مسلم كاهي إنه أجر شقيسته وقف وحقبض له النقضه ولو ظرفه هبير هذا وقتك وقتك وما بها النقضه إيفن ذو أنا عيدي بقيت كانوا هاري دونين و قيامه كله عدونه هذا نقف كمسلم كهين قف برودكتيفي قف واحد قبان كرين وياه قف واحد بدلي كرين وياه قف أنا لشيء سليمين إنه نقضه قصدا تان مركه هرد وضبهانه دانو تلمام سيدا حديثة صحيح مسلم يترمذي النسائي غير كده قصار راري وهم نبغى تلمام يبغى غربة شريبة يبغى رضي هرك مده قرآن كوين تبادن أما نصوص توين تبادن ما تلمامتو قصص كا سيدان بني آدم كو شاكادا وقره بني آدم كو اهتمام سيا وفك مقع عيسى واختقو ما شواها قورتي قصدو دعضي مقالة دياي كار دعضي وحاسي مهم كماها قرآن كي يسوناد ومركا انت بدن كوررمان يوحي كوررمان قصدو النموذ تصالها ايتهاي ماشا تصالها دو كتشرو ايا كان قفكي اي كود عدا قف مقع دونها ياشو magalada magalada ay doonta haato waqtigu waqtigu door dhacdadan inay sidaa u dhacda qiimo sameeyneysa ama afraadi sameeysey wax badan laga ma waramayo xuna walaay dadkii idinka horeeyay boqor ba kamid aha boqorkaasi wuxuu lahaa sixiroole sixiroolihiisa baa gaboobay dabeytana wuxuu waan gaboobo waxa laga yaabo inaa jashaydi dhawdahay waxaad ii keentaan wiil yar oo fahima يعني هروح فهمية وفطنة انتليجنت ولقنة يعني ذاكرة دي سوفي عن طوحي لو لقي مقامانية صد حريبة ميشن كوشرة بغر ساحر
iyo wiil boqorada dhalimiinta inta badan hadii aanu ilaahay xoog ugu xidhnayn bini aadamku inta badan qeybka uu ka baqaa maqanaha dabeetana wuxuu u adeegsadaa markii aanu ilaahay ku xidhnayn carafayn iyo faalfaalin iyo waxa kan halgayaba dadku inay moodaan berigii hore zaman jaahiligii imka technology alla kuwa technologyga adeegsada waanu wadanadan hadda dowladaha waaweyn ka jiraan ayaa carafiinta iyo kuwa qeybka ka waramaya waxaana guryaha cad iyo guryaha cas iyo guryaha la sheegayo dhan waxaan aada ula yaabaya oo ka waramaya jack shiragii xukumi jirayeen france 14 madaxweyne ka ahaa ayaa waxay yidhahdeen ceeba hadda lasoo saaraya waxaa ka mid a niman madmadoowo afrikaan oo kuwan faaliyaaba intuu afrika ka keensaday intuu madaxweynahay oo dhan guriga madaxtooyaday deganaayeen barjetka dowladdana waxay ugu qorayeen la taliyayaal mustashaariin inay u yihiin madaxweynaha waa faaliyaashiisii si dowladdu lacagta u siiso waxay dhahdaan maantadan aynu joogno dunida jaraa'idka iyo waxa la ibsada ugu tirada badanle waxaa ka mid a kuwa faalka iyo buruujta iyo xidigiska iyo waxaa ka warama marka khuraafada bini aadamku inta badan kama tago haddaanu caqiido saxiixa yeelan walow uu cirka u diro gantaalo waxaa la tilmaamaya xadiidkani markaa boqortooyadaasi inay lahayd niman faaliyaalo wuxuu sheega faaliyahii waxaa kaloo uu xadiidkani tilmaamayaa dadka ahlu baatilka ahi se iyana ugu xidhxidhan yihiin baatilku inuu waaro oo sii socdo kani waa sixiroole baatil wada da-diisiina way gaadho uu dhimanayaa laakiin wuxuu rabaa sixirkan iyo farsamadan inay sii socoto saa daraaddeed ba wuxuu leeyahay lay doono wiil yaroo caqli badan oo fahmo badan oo waxqabasho badan oo waxa loo diro aanay laabaynin halay raadiya buu leeyay wuxuu rabaa in mabaadidiisu faafto idan dunidan aynu ku noollahay aadanaha jooga loolan uma ku jiraa mid khayr faafinaya mid shar faafinaya wax cidla iska fadhiya waa yaryihiin cid waliba wixii ay rumaysan tahay daweydika imkama dunidan arkaa qaanuunadu kolba qolada codkoodu soo batee siyaasiyiintu ay ka shakiyaan unbuu sistemka waxbarasho iyo qaanuunada iyo waxa kani uu weecda imka l g b t iyo kuwa kan iyo waxaan odhan maxaa ka dhigay in dowladuhu ka dambeeyaan caynkan waa dadkaa batay dadka waxaan raadinayaa batay cod bay leeyihiin dowladuhu iyo siyaasiyiintu ay ka cabsanayaan oo ay rabaan inay helaan kuwa xuquuqdooda in la siiyo oo qaanuunka la mariyo kan la mariyo idan bini aadamka dunida ku nooli loolankaasi ku jiraa cid waliba waxay aaminsantahay waxay rabtaa inay meel mariso u hore u socdo ninkan sixirooli wuxuu leeyahay markaa wiil yaroo fahmadiisu fiican tahay waxqabadiisuna dhaakiradiisuna wixii loo laqiban xijinaya ii doona waxaa muuqata in wiilkii la raadiyo lasoo helay dabeetana sixirooli baa loo geeyay inuu sixirka baro wiilkii dariskiisii sidii usoo qaadanaya sixiroole ugu tegayay ayuu meel dhexe wuxuu ku arkay wadaad sawmac ku jira mank wadaadadan intay bulshada iskaga tagaan raahibiinta noqda iska cibaadaysta nin wadaadu sawmac ku jiro arkay ninkiibuu la fadhiistay ninkiibaa wuxuu sheegay diin xaqa iyo tawxiid iyo buuga warama ninkii dhallinyarada ha tawxiidkani uu la fiicnaaday iyo ninkani wuxuu ka waramayo xaggana dee daris iyo iskuul buu ku jiraa looga baahan yahay inuu si fiican u barto wuxuu sameeyey markuu gurigooda ka yimaadee uu kusii socdo sixirroolaha wuxuu la sii yaro fadhiistaa wadaadka xoogaa buu ka dhigtaa dabeetana wuu dhaafaayo wuxuu tagaa sixiroolisiyo uu kasoo dhigtaa markuu sixiroolaha kasoo noqdo ee uu guriga kusii socdana waa la sii fadhiistaa wadaadka waxoogaa kale uu kasii akhristaa dabeetana gurigoodii buu tagaa sixiroolibaa wuxuu dareemay wiilku inay yar habhabsaamayo waqtigii dabeetana waa maaga oo inankii waa la dilay reerka laftiisa waxay dareemeen inuu yar habsaamayo wadaadkiiba ku yidhi niyo waxaad rabtaan inaan waxaan dhegaystana waan doonayay dee sixirkii iyo gurigii labadiibana dhib baa ka jirta waa lay tumayaa wuxuu wadaadku ku yidhi sababtay doonaan wadaadadu markay sharxayaan ha u sharxaane markaad sixiroolaha u tagtana waxaad tidhahdaa war guriga ku habsaamay reerkaa yara habsaamiyey marka aad guriga ku socotana qolada guriga waxaad ku tidhahdaa dariskiiba nala yara dheeraado sixiroolihii ayaan maanta ku habsaamay wiilkii farsamadiisii buu samaystay dabeetana arrinkiisii buu iska watay wiilkani waa ghulaam af carabiga ghulaamka waxaa la yidhaahdaa qofka xaddu tamyiiskana dhaafay buluuqana aan gaadhin yacni 7 jirna waa ka wenyay
شان يتبع جير ميلاها نما قاعدين يعني تينيجر 13 12 10 سموت لايك ذات ويا ويلك دروس دي سيبوس كقاطا حقنا حق با لو ديغا حقنا كلنا باطل كا لو ديغا اخيرا ويلكيو وحي وبرنايي برنايا ايا مغالدي بحل با كو صوبحي حديث خاركود اللي بحبك وشيغيا دبيت ندد كعبسي قالي ويلكي با وحو هدان كلا اوغانيا لبدن مدرسو توركيدو صحيحي dabatanay to dhagax qaatay buu xuriyay ilaahay oo waxa ku waydiisanaya hadii wadaadkaasi waxa uu dhigayay ka khair badan yahay aqtaada lagaga jecel yahay naga kale si xirrooli wuxuu sheegayo ilaa uu dhagaxayga yar ku dildaabadaas buu yiri ilaahay buu bariyay dabatanay ba halkii buu dhagaxay ku dhuftay ilaahay waa ku dilay waadanta wadaadkii buu yimaa arkii buu sheegay anta magaaladii wax bajiyay bahal dabaa tan saasan yelo ilaahay baan bariyo dhagax aan ku dhufto waadantay wadadkii inankii uu tashjiicay wuxuu dhuriyaa maanta aad ayga fadli badan waxaan filayaa in lagu itixaami doono ibtilaa inuu soo gaari doono ibtilaagaas maanta ku yimaado niyo heesheegid waxaadan wadadkan lama qadiyadood buu inanka u sheegay markan mid uu tashjiicay qofka bini aadamkii markuu wax qabto ee wax saxa uu waliba qabto in loogu mahadnaqo lagu tashjiiciyaaba fiican qofka la qiro inuu wax ka sameeyey taa soomaali tiraa walaa shukra cala alwaajib sax maaha waxa saxa qofka hadduu wax wanaagsan qabtay in la dhiiri geliyo waxa saxa macalinku inuu isku dayo ardaygiisu inuu isaga dhaafi karo ka kori karo uu ku farxo ina duulga dadka luqunjibaadka haysto tirada ciidna iyo aniga soo gaadhin meelina hoose marmara wana reerka u wadaadeey idinku ween ma sax ee sida saxda ay wax weeyaan inaad ku faraxdo dadku inuu mustaqbal yeesho inta dadku garanaysay in ka badan haday gartaan inaad ku amaado bulshada nasaas ku horumarta marka ay horo u socotay dadka horo loo wado idan wadaadkani mar inankii uu dhiri galiyay mar kale bay dhaadan tawaadu u muuji oo ah qof isla weyni ka muuqatay waxaan aanuba wax garanayay intiin kale ma waxba ogtiin yaanay ka weyno inta ku soo dhex jiray ma taagnaba ilayna tawaadu u muujiyay waa inaan yarni ku leeyahay maanta adayga mar saddexaad bay idhaahdeen wuxuu muujiyay dadka asxaabul xaq ah in dunida tan imtixaan ay ku maraan yaani dunidu ma aha daarta abaalmarinta daarta saxda abaalmarinta ay waa xaqee waa akhiro dunida tani waa daaru libtilaai walimtixaan markaad imtixaan nooca ka baxdaba mid nooc kale unbaad gelaysa saad imtixaanada u wado maalin mid dhaqaale maalin mid caafimaad maalin mid waxbarasho maalin mid shaqo maalin mid guur maalin mid caruur saad uun maalin walba problem u xalilaysa problem u wado ayay naftu kaaga baxaysaa adduunku markaa waa imtixaan gebiyiba nataa'ijta rasmigaana waxaa la helaa marka aakhiro la tago wiilkii ilaahay buu si dhaba ugu xidhma towxiidkii iyo caqiidadii fiicnayda loo dhigay waa biyo dhigeen sixirkii iyo wixii waa biyo dhigi waayeen markay tani biyo dhigtay kadib wuxuu noqday nin dadka ilaahay u bariya oo ilaahay ducadiisa aqbalo qaar baa u yimaada indhala ilaahay buu u bariyaa ilaahay baa indhaa u bixiya qaar baa u yimaada hanuunno kala qaba ilaahay buu u bariyaa ilaahay baa caafimaadiya magaaladii way isu tilmaamtay wiilkaa yar hadduu kuu duceeyo ilaahay ducadiisa waa kuu aqbalaya iyadoo arrinku halkaa marayo ayaa boqorka nimankii xaashiyadiisa ahaa dadkii ku wareegsanaa ee la joogay mid ka mid ah ayaa indha beelay wuxuu maqlay wiil yaroo dadka markuu u duceeyo indhu ay baxayaan dabeetana xoolo badan buu soo qaaday wiilkii buu yima wuxuu ihi waxaasoo xoolaa baan kuu sidaa haddaad labada indhoodii bixiso way fiicnaada wiilku wuxuu ku yidhi dhegayso anigu indhaha ma bixiya buu yidhi ee dadku hadday ilaahay rumeeyeen baan ilaahay u baryaa ee adigu ilaahay rumee ilaahay inuu rabbiga iyo caqiya ninkani waa wiilkan ha yaraado waa daaciya diin dadka u sheegaya ilaahay rumeeyo aamin buu yidhi markaad qof dhab oo ahlu tawxiida noqoto aniguna ilaahay baan kuu baryaa in ilaahay indhahaaga kuu soo celiyo ninkii sidii buu yeelay
إلهي بو رميه وقمر هذا ويلكينا إلهي بو بري دبتنا لبدين رد إلهي بدي بو سو علي وحكون نقضي قرقي بغرتو يده دي ماركو وقون نقضي وحو يمي باركي بايري وارنده هياكو بحي باركي نوحي السوقي تيساقا دادك ربي وشي يغنشري مركا سويد ربي قيبا إيبحي أولاك رب غيري بيري ومعيدان أنا قاهم بكون ربي ميتك الأباد رميسان تهي ربي وربك الله بيري أنا قا ربي قيبا ديك با إلهي با ينوض ربي هوي دولة دي مشكلة عصوب باكو صباح دي وحول لنا كان هلا عقابه قال تورجر قريي dabeetana wiilkii buu sheegay wiilkii baa lawyer wiilkii wuxuu ku yiri ma wixii aan ku baray ma waxay gaadhay maanta in dadka indhaha ugu bixiso balki sixirka aan ku baray waran oo sixirna indha kuma bixin buu yiri dadkan ilaahay baa mu bari rabbi god banu bari awalaka rabbun ghayri wa adiguna ma rabbi aan aniga ahay baad leedahay buu yiri wiilkaaga kani wuxuu yiri ilaahay baa no rabbiya isna la torjar gareeyay baa la yiri wadaadkii buu sheegay waxa la yiri sartu meesha ka qurantay waa ninkan waddanka ninka fidmeeyay ee balada dhigay oo wadadkan Soomaalida ku jira wadadkan waxa la weydiiyey ma ka noqonaysaa waxana turmaysantay bisha waa lagu dilaa wadadku wuxuu ka noqon maayo hala dilaba leeyde gudba loo qoday minshar hakso ayaa halka laga saaray dabeetana laba loo kala jeexay ah laga takhallus ninkii baa la keenay sano odagay indha loo fiiqay waxa la yiri haye ma ka noqonaysaa adigu may buu yiri caqiidadu hadday degtay arag ninkan shalay ta gaalka ahaa halkan joogay ee maanta iimaan helay wuxuu diidan yahay walow la dilo inaanu iimaankiisa ka noqonaynin dabeetana may buu yiri isna waxa la yidhi hala mishaareeyo isna halkaa laga mishaareeyey labaa loo kala jaray wiilkii bay soo gaadhay wiilka ta sixirkiina isaga haya uu boqorku sugayay oo ninkii wax la barayay mushkiladan kalena isaga geystay dabeetana wuxuu inta niman ku daray buu wuxuu qaada waxaa geysan buurta buurta gebigeeda saara biqi doonaa markuu arko godkee waxaa tidhahdaan ama halkaasaa laga tuuraya ama ka noqo waxaa kanaad wado way kaxeeyeen halkii bay geeyeen markii dacalkii la saaray ayuu ilaahay baryey kan ilaahay buu ku kalsoon yahay ilaahay uu sharkooda adigu igaga filo buu yiri buurtii baa gilgilantay nimankii baa ilaahay ka daadiyay askartaha isagii baa badbaaday oo soo noqday iskamu tagin wiilkan iyo maysa odhan gaalkii ilaahay baa kaa badbaadiyay baxso ninkani waa nin diin xambaarsan oo raba bulshadatan inuu bedelo boqorkii buu ku soo noqday ay kan buu yiri boqorkii wuxuu yihi maya ciidanka kugu daray ilaahay baa ku filaaday buu yiri ciidankan u diyaariyo wuxuu yihi doontaa qaata wiilka nasaara badweynta geeya waxaa tidhahda ma ka noqonaysaa hadduu diido badda bartankeeda dhiga buu ku yidhi waa la kaxeeyey baddii baa la geeyey ma ka noqonaysaa baa la yidhi ilaahay oo adigu sharkooda igaga fillow buu kuugana ku ducaystay doontii baa qallibantay nimankii waa dhinteen isagiina ilaahay waa soo badbaadiyey waa soo noqday boqorkii buu yimaadaa waan meeye buu yidhi raggaa kugu daray ilaahay baa ku filaaday buu yidhi kuwaana boqoro ma rabtaa buu yidhi inaad idisho haa buu yidhi sidaad ii diili kari lahayd baan kuu sheegayaa buu yidhi dadkoo dhan isugu yeedh magaalada degan dabeetana meel markaad isugu weedho aniga tiirka igu xidh kadib qaanso qaado jucbadaydaa leebabka ku jira arooskii uu halka ku sitay xabad kala soo bax ah gantaalkaa yar ama leebkaa kala soo bax dabeetana markaad qaansada saarta leebka waxaad tidhaahdaa bismillaahi rabbi lghulaam magaca allaan cuskaday ghulaamka rabbigiiya intaa dhe buu yidhi markaasunbaad ii dili kartaa si kale ood ii dili kartaa ma jirto dadka muxuu ku leynayay ilaahay baa noo rabbiya soo maaha laakiin nimanka siyaasiyiinta hadday dantoodu gasho markaana uu iska odhanaya dadka wuxuu ku leynayeen waxaan wadadii ku dhinteen ilaahay baa noo rabbiya buu dadka ku laayay iminkana wuxuu rabaa inuu inankan dilo
لكن دنتي وحي كجشين ويراد ما حي بسم الله ربي الغلام دتك يودم يسوق يار ماشي باويل كي لو خيدا سيدي وشاغي بو قان صدي وقات دبيتنا و باشي وكريدي وحو غو دعايست ما قال الله نو عسكد او ويل كان ربيغي لابكي بو كغن هلكاس او كغ دحاي دفورك ويل كيرا هلكي بو ويل وقعنت ساري وارنت قال ده دتكي جوغي وحيرا دين ويل كامر هدي اللي بدي الكهر وين ربك الله عسكد موياني آمنا بالرب الغلام بيد هذا المركب أنا قونا ويل كان الرب قول رمي سنا أيان الرمي إني بيد هذا باركي بالله يما وحل قولي وحيات كبغيسي سو ما هي من ديني فافتوتت كان الدين ترميه تي بعد نعضي بالقولي وحيات كبغيسي وحلو حياشا مقالة السكد والبا قدت كقضاء تبتنا دب كشيدا حابض الدنيا مركي هلا عدو قرية ضدك كسر صار واحد من هذا ما كان نقطة إنسان بسوى ليدن جبة وحي كان نقطة سيدا يا وحي كلنا جبة ضدك مركي ماشي إلا طبي قال إذا ما كان نقطة إنسان ما يبيد هذا إلا هبان رميني والوردة والوردة أخيرا واحد سوق عرضي قف دمرة oo ilma yar naaska shakhsiisanaysa markii ay meeshii timibay wuxuu uga dib soo yara geejisa ilaahay wuxuu ka hadlay ilmaheedii yara waa saddexdii qulaama oo nabigu lahaa iyagoo dharabta saaran bay hadleen nabi ciise kamida wiilka yarba kamida jureej wiilkii looga hadliya kamida wuxuu ilmihi yara bay ilaahay ka hadliyay dabatan wuxuu ku yiri maxay ya umma isbiri fa innaki ala alhaq hoyoy sabr haqbaad ku sugantay buuleeyki naaska nuugay hoyoy sabr haqbaad ku sugantahay kadib ayay islaantina la gubay qisadu wax ka dambeeyay leeyno ma sheegin waa inta quraanka ilaahay kaga waramay markaa suuradan la yiraahdo was-samaa'i dhaatil buruj wal yawmil maw'ud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إلهي واردارت سمدا برج أبراج تله إيا شاهد كي مشهود كي يوم الموعود صدح ذا وحبا إلهي كودارت مركو دارتي كدبا إلهي وحيري وحالا نعضلي وإلهي نحرستي سلقا فوقيي قولدي قدتك وصاحبك هاي markaas hadana leeyda annari dhaatil waqood kuwi dabka oo saahibka aha waxa lagu hoorinayo wadta wa goorma idhum alayha quud bay lahayri qoladani waxa ay ku dadkan saadiyinta leeydaado saadiyinta waxa weeyaan dad ku raaxaysta binaadamka tacdiibkiisa wa nooc mutahawish yani halka ugu dambeysa binaadamnimadu markay in xiraafto ay gaadho weeyaan ina daawato بين آدم العذاب أيه الرواية دي الروم نسك لديك الشرية محالة سمية لبحية ما يلقو حرية دي تندد بالله صوتورة وحالة داوضة صيدة محي وقو قوسان يا لباح حدتك وقول هنا يا لداوضة أما نكسو لباح سكي وحيد آدم تورشرك بين آدم كأنا تكون راحي ستا وما لها إنساني نمد أو قدام بأيه نمان كان إلهي وحكو عيبي قبس قرى ماها كويدتك قبي إمرك اللي قبي ندول فردي با إلهي إمر قاتك كاها إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صح ضرب إلهي لي وحكوا إلهي كنت المامية تتكاسي واحد دنبيو إقالين أنا نيتشرين أنا محي إلهي ينكل إني مديس الرمي ويان قصة تاني مركا وحي شيغيسة كو بطلك قيسك قصة متلا يا وويل ير وحيت المامسة إنسان كوينو يي وحي وحي بدله هدو حقها ليلنا حتى هدو يريهي إنو وحبدالي كرو
magaaladan iyo dowladdan iyo boqortooyadan waxa gelgelay ee dadkaadan muslim ka dhigay waa wiil aan wali qaan gaarin sida qisadani ka warramayso wiil aan wali qaan gaarin laba qisadani waxay sheegaysaa qofka haddii xaq iyo baatilka si siman loogu bandhigo inuu xaqu koreynayo laba aqoonyahan baa wiilkan helay oo mid waliba farsamadiisa u daacad yahay garanayana midna sixirkan iyo baatilkan iyo waxa kan buu khabiir ku ahaa oo waxbarayo waddankao dhan looga yaqaana inuu yahay saaxirkii boqortooyada ka kalena rahib diinta garanaya buu ahaa fitrada bini aadamku markaa abuurka bini aadamku wuxuu janjeedhaa xaqa haddii si siman loo soo bandhigo innaga waxayna haysta baynu soo tilmaamnay qayb dad la tababaray ayaa soo bandhigaya waqti ku filanna waa la siinayaa qofka bini aadamkii waqtigii ugu habboonaa wax qaadan karayeyna waa lagu barayaa waa sistemka dowladu siduu socdo qaybteennana cid aan ama aqoonyahan ahayn ama aan farsamada soo bandhigista la barin ama waqti ku filan aan la siinin ayaa lagu wadaa waxaanaynu rabnaa inay baratamaan markaasi waxaan leenahay haddaynu sistemkan sistem u dhigmi kara dhinac dhigi karno ama ha noqdo waddankan waxaa loogolay iskuulladaada inaad yeelato inaan iskuulla yeelano ama ha noqoto haddaynu iskuulla yeelan kari weyno ama after school iskuullo la furo ha ahaato ama madaaris ha noqoto sistem qofkan mabaadi'diisa diineed bari kara haddaynu u samayno waxaan leenahay inuu waa balans garayn karnaa mushkiladda dhanka kale kaga shubmaysa laakiin inaga waxa weeyaan dhanna waynu kaga shubaynaa dhanna wuu madhan yahay qisadani markaa waxaan usoo qaatay waxa ay tilmaamaysaa haddii si siman qofka wax loogu sheego waa walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim waxay u badan tahay inuu raaco maxay xaqa waxay kaloo qisadani tilmaamaysaa qur-aanka qisaska ilaahay kaga warramo dhowr qaybood bay u qoran yihiin qisas gaaliya muslim isqabtaal laga warramay oo markii halkii u dambeysay maraysay ilaahay cuquubo soo dejiyo gaaladii la mariyey muslimkii waa la badbaadiyey laakiin wax kale uga sii dambeeya qur-aanku inoogama warramin marka qisadii nebi nuux nebi huud nebi saalix ambiyadaas oo dhan waxaa laynooga warramay in la isqabtay dabeetana markii halkii u dambeysay gaadhay qoladii gaalad balaaya ku degtay kuwii dambe la badbaadiyey wax dambe qur-aanku inoogama sheegin waxaa kaloo qur-aanku ka warramaya qisas la isqabtay dabeetana kuwii gaaleed ilaahay halaagay kuwii muslimiinta soo hadhay dowladnimo iyo cizi iyo xoog iyo ay heleen waa qisadii nebi muuse oo kale reer banu israa'iil fircoon baa la isqabtay akhiiran fircoon iyo kooxdiisii ilaahay waa halaagay reer banu israa'iil dowlado waaweyn baa ilaahay u sameeyey oo waxay noqdeen dad sii jira qayb saddexaad buu qur-aanku ka warramayaa ah gaaliya muslims qabtay oo muslimkii la laayey oo gaalkii wax ku dhacayna aan qur-aanku ka warramin qisadan aynu hadda joogno waa dad muslimiina oo islaamay waan wax dambiya gelin wamaa naqamu minhum ilaa an yuuminuu billahi alcasiiz alxamiid ilaahay ku tilmaamayo waan terroris group ahayn cidna wax u geysan waxna samayna ilaahay un rumeeyey iyo gaalo isqabatay oo kuwii mu'miniinta ha la laayey dabeetana ay ku gabagabowday kuwii gaaleedna wax ku dhacay qur-aanku kama warramin bale ilaahay wuxuu ka warramaya ina aladiina fatanuu almu'miniina waalmu'minaat thuma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu alxariiq kuwii muslimiinta ay taxaamay mu'miniinta imtixaanka ku sameeyey ee gubay ee aan toobad keenin ba ilaahay ilaahay xilmigiisa balu fiirso xulay haddaa toobad keentaan idinkoo awliyadaydii waxaa ku sameeyey waa idinka aqbalaya toobadda waa dib soo islaantaan kuwii wax dhibay ee weliba aan toobad keenin baa ilaahay yidhi kuwaasi waxay leeyihiin falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu alxariiq iyana jahannama iyo mid laysku gubo cadaab wax gubo bay leeyihiin weli ilaahay xilmigiisa kuwaa wuxuu tilmaamaya toobadii u furantay waday diinta soo galaan in ilaahay toobadooda ka aqbalaya qisada xaggeeda kale waxaa ilaahay ku tilmaamaya
ولو نمنك كان للايي هدنا اني قولستين ايمانك بيدهدان صدح غور بو قفك مؤمنك يقولستا كو ايمانك مركو قفك مؤمنك هلا بيدهدان وحلا اطمئنان القلب وراحة البال واستقامة المنهج بهلا بيدها قف قلبك يسحسلوني وروريه والبهار انقبن سايكولوجيكالي دغن طريق صح هي بنوضه تريد انه ما انت تشوغنو وحكب حنونه او بدن ما انت ددك بني ادم كو دعه وكو عقل يا مسخديه نيرفا يو والده كان هي استلك هي بليا باسكن ايمانك و حكينا محي الا بذكر الله تطمئن القلوب اطمئنان القلب يا راحه البال سايكولوجيكالي قفكو انو دغو ان انا دريد مشكلات بكون نقونه وحوين لا هين انو هايستميشن وجوغاين ايتي دار ابتلاء وامتحان قدر كالهي انو كلسوني كو قبو وحاسو دمه وحي ابوري انو قفكو نفهان حصلو انو رميسيه طريقي صح هاينو هيو استقامه المنهج كاسو امر وامر لبادي قفكو مؤمن كدفت هي وحو هلا بنادم كو اسكا امان جعليين لما قعابو حق الربين كما قعابن يلقى امانيو وحن القرآن بدن إلهي كتل ماما يفذكروني أذكركم قفك أدونك إحسا أنا إذن حسا يبا إلهي كلي هي هداد ملأي حستان ملأ خير منه بانك أحسا يبا إلهي لي ماشا تشوكتو ملأك خير بدن وحن نبا كتل ماما إلهي قفك شعلادي جبريل بوشا قاو حدا هبل وان شعلادي وقو جبريل با سماو الله أدام ملايك تشوكتو حدا هبل شعلادا إلهي با شعلادي إلهي يدولك وسودكتو الله يرضى قفك الى هبه جعلاده جعلاده اذا مقعي ماموس بو عند الله كهلا رب السماوات والارض بمقعي ماموسيه اخيرا حساب يسير يا جنو هلا ما التقيامين الى يفضيديو كنت اكون سنادات مارنا بك هذا ما يصل حسابنا يو ما انت حسابت يدين الى يفضيديو ابا المركز انه نقضم حي جنو وقولوا سد حداد دفعه وحل صعده بيد رضوان الله ورضى الله أكبر من كل ذلك إلهي نكرر ليه مركة القرآن كوحينا تلمامي قف كوح أقوين وهاستوى عقيده والدين هدو الدين تيسو بدباده إنو قوشي أقوين يتقاري هدو إيادة واينا إنو قول دردي أقوين يكون عضي إنو مرر بدن تدكو حكا فكران إلما قادو نختار نغضو اللعك هلو عينك والله إدوار نرغونو استبريو وحدو حسيتينو قول استي ولو الدين تبها كتغانيه أدو ننو اسكا مسكين ومالي ساسكا تشوغا لكن دين تيسا سكا متنا والله إدام إدنو وداد يرو ملاها مساكي دوسكا تشوغ تشوغا وحدي بعدنكو ما هيا لكن نفبضن ماليه سنو عمتر أنسر غير كنو عمترين يعني ننو ملاها اسكا تشوغ تشوغا تمرتي سو عني بضنين ايوه مو ده انه كان ما ينوارق انه يقول استي اختار كان نقضي لعقت انغرينيا لكن حقيقه وحيتي الى القران كوحلي يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب إلهي حريدتك المؤمنين إلهي الرسول بالرمية إلهي تيسو الدريو ما يدين تصيع وحاكو قولي سنسان تجارو ان خساره الله انه عذابك الى هيدك بدبادن سمايدين شيغا وهل يدي ايمانك قاطو الى الرسول بالرميه تي الى ودروكا ما ابال مروليدين حدا صايش انا ابال مركي نو ما حي وادم بيجي نو لا دافو جنة الى هيدين غليو غري في فيعنو جنه ليدن كسيو جنه النغاديو ادكتان ذلك الفوز العظيم بيليد هداد ليبان وين ربطانا كاسبا اهبا الى هيد ليبان توي كو waa dad dunida waxaanu baahanahay inaanu galada ku xog badan aanu kan yeelayeen aanu guuleysanay arrinkaasi waa xaqee ilaahay wuxuu leeyahay waa akhra tuhibunaha nasr min allah iyo mid kale idinku jeceshiin oo ah in la idin guuleeyo tan kale waa akhra tuhibunaha weeyaan ma aha main point ku waa maxay weena dilibaanto qoladan la gubay ilaahay muxuu yiri
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار حكو حقا ذلك الفوز الكبير بإلهير وكوي لقبيها دا كوي إيمانك لقاها لي يا عملك صالحا وحيلين بإلهير الجنوين هوستيدا أي بيدريريا وبيالدريريا وذلك الفوز الكبير بإلهير سكسس كويني وكاس بإلهير قوش ويني وكا إذا وحلينا برايا ولو لدلي إني قوليستين ولو لدلي أو لقبي وحلو دلي سيدي وقف والحميد نقف بنا هذا ما لو دلو قف صغر نول لكريي والله تورشر قريي يا إلهي نوقع ورمايا هدنا وحلينا كواسي وقوليستين بلا تلمامايا كواسي وقوليستين وحنكو سوكو بيا مركا وقت واسكار دمات وحنكو سوكو بيا أدنكو وحوين معه إلهي قال هذا مسلم كقولستي وحاصر دم حلي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد قد قدونك كوك هل هذا يدوني دا يرنولك قد قدوم إيان هكو كتسومين بي لهيري ورنت أنا أركتان بي لهيري ومتاع قليل وبد بد سير والراحة آذير ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وأروح أقدم بيواج جهنم با إلهي يري ومال جوجل لي يضاوحون مال قال أنا تاسع وليدته مركا أنت أنا كوكت سومنا إلهي وحلي هاي دنيدو ما أهم ماشي عدالة دا إلهي كما الدم بيستال لقى موشيني دنيدو ودار الابتلاء والله سيمتحامي يا ونقبل وهو يتحامي نبلوكم بالخير وشر فتنة خير يا برواقع يا عافمات والويجي وحدكو يا شميتكو سي كبري والوجه امتحان كله بقى إيوه عبسي إيوه حنون إيوه فقر يدب كله والوجه تصبر تبعت ناس ردد لا يحولي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وردت كمان وكادين يا باي لهي لي هأم لينين باي لهي لي إن لهي موجي هاي كوا ظلم قسم يا وحي وضانين لهي كقرصون ته هأم لينين لكن الله يقول إنما يؤخرهم إلهي تشجمنت كذا وحدي بقول غياب المرينت هذا ده ما لنت عبال المرينت إلهي يقول إنما يوفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ننكي دتك وح اللورد لما يستري يقف الباب المركز هو مالت خيام والصور تقل دتك بعد أبا المركز هذا وح كم مدة إن دوليد الله قصهر ومريه الصور تقل والصور تقل دتك قار كم مدة عقابته دين دوليد قصه دكتو لكن أصل قوة محي أصل قوة يوم القيامة سيدا أوجد قصة نحن صوكوا أبو لبها لنبانا نقوقت دان لي ميدي وحوية أننا نقررنا محاق قولي محاق قول دراها محاق قوله محاق قول دراها قرما إنو أبد كي أنو نقودين قوة إنو كو قولي سني قرما إنو نقودين قوة إنو كو قول دراي سني مركا إنو النار كبد باد إنو جنة نوهر سيدنو وإنو كو قولي سني marka inu taa awoodi kari weyno waynu ku gool daraysanay wa ku gool daraysanay wa inama amwalukum wa awladukum fitna diba inqaniya wa ku nabi nuxulaha man lam yazidu maluhu wa waladuhu illa khasara midan xoolaha iyo caruurtuba khasaar mooyana wax kale u kordhinaynin mas'uuliyadeena waa gabayna kalabaadna waxa weeyaan wardaynan meeshan ka tageynin oo sixirkan joojinayn gabigiiba وينن دول كان السلام كي وحي تغينين وي شود وينن يلا انن وحي دت كان بدبادين لها سمينو مدرسه الراهب كوين يشرتا وين يشرتا قف كان وحي بدبادين لها دكسي وكو قسبي هلكن كوم نولان كرتيد سوغان اسكول ديغانين اما هوم اسكول كو شيغا ما ككلو شيغ ما كون نولان كرتيد بلا اسكول و جوغيا اسكول كان و ديغانيا هذا بس بدبادايا إلهي من أبري إنه وسك بدبادي يا ما شرته إلهي وحب بدبادين يا مركان سك بدبادين لكن هذا هو شادي واتقبط واردب إنه فقرنا واردب إنه لاجينين هاي واردب إنه قنت إنه يرت هاي واردب وحجرت كونه نوير وحصل ما واردب لكن وحكى واردب مسؤولية دو إنه نصارنت هدي إنه مركها أك عننا بين آدم بيننا وحواق بنكرنا بين آدم بيننا هاي آدم هنا سأل الله تعالى قال يدوني ذنبه حقبته هذا نوني سأل الله تعالى قال يدوني ذنبه حقبته هذا ينسى حنا أقوى صنننا
قبل شافعي محمود شيقي إمام شافعي قبل يوحو ليهي وردونت صحاراكو ما صعدتبو لي ماشا دانت الدون سوق عادت الادم حي رولك وجيحي ويدي ده صورت قلمة بدل الله نقاه من قاسي بحي دونتو نقاه قيسا حي الماء يقول سيقاها قواي ملعامد ان جاي صوت القران كان لو دغه القران الحمد لله ان بلغوا يداه الحمد لله مسغى يقانبا فعربي وتش كا قيبهم ويا هدون وي لا با وحب كلمات بري اذا وحي نو باهن هي ددال كان اني نسغو غينو اني نو اوغو يران مدرسه دا رايب كابورو صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب.